السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. كيف كيبان لكم من الفيديو ديال اليوم؟ ما غنديروا لا طبخ لا والو، فأنا بحالي بحالكم كنتبع بعض القنوات اللي كتعجبني، ومنهم قناة جيجي بريستيج معروفة كدير الإشهار للمحلات. وفي الفيديو اللي دارت فيه الإشهار للمحل لواحد المحل في سوق شريفة ديال الأخت أمينة اللي كتبيع العطرية والمواد ديال الحلويات، فعجبني داكشي اللي بينات جيجي ومشيت عندها. ومني مشيت عندها فصلع نبيع لها نعمة الاستقبال طيبة القلب. فالمحل كيبان لكم كيف ما قالت جيجي بريستيج في الفيديو ديالها، صغير مي راه العجب اللي سولتيها عليها تتلقاها عندها، تلقيها عندها. زيادة على هذا الشيء اللي عجبني انها كتنصح، كتعطي نصائح. يعني هاد العطرية اللي الا بغيتي بحال دروك لنفرض قلت ليها بغيت التوابل المكسيكية، هي هذه وهي كدار في لي بات وكدار في كل شيء. قلت لها بغيت العطريه المكسيكيه، فكتقول لك راها كتصلح الحشوات، كتصلح حتى انكم ديروها في لي بات. يعني بحال هكا تقولي لها عطيني هاد العطريه، تقول لك لا هذيك خايبه تتجي الاخرى، يعني هذه راه ما مزياناش هذه راه زوينه. يعني كتنصح عاد انك تلقي عندها معلومات هاد الوصفه، هاد العطريه لاش تليق والاخرى فاش نديروها. ف ملي مشيت نتقدى عندها عجبني الحال، وعاد زاد انها مراه بحالي بحالها. يعني كت اش نقول لكم، كتعرفك اشنو باغا ديري ولاش باغا توصلي، وكتوصلوا لك حتى هي احسن ما ملي كتمشي عند راجل فما كتقدريش تبقاي تقولي لي هادي لاش ولا هادي لاش ووريني هادي فاش نديرها ولا، فما كنقدوش. ماشي بحال المراه كتزعمي عليها. مي الخلاصه مشيت تقديت من عندها العطريه، ما تقديش بزاف، انا ما تقديش عطريه، يعني العطريه المعتمده عندنا يعني القرفاس كينجبير الخرقوم نو. تقديت العطريه بحال دروك العطريه السمك، عطريه ديال البسطيله الحوت، العطريه ديال هذه هاد لا ماريناد اللي هي نصحتني بها، قالت لي كدير في الدجاج. فهمتوا انا باقي كيف كتشوفوا راه يلاه تقديت وجيت باقي كيف ما تقديت، قلت غادي نحطهم وغادي نخليهم. انا وجدت القريعات فاش غندير، قلت نشاركها مع المتتبعات ديالي. فمثلا هذه عطريه ديال لا ماريناد كدار فتمارينيو بها هي الدجاج. هانتو كتمارينيو بها هي الدجاج، هي الحوت، هي اللحم، غزاله بزاف. فاللي جميل عندها هو انه كتقدي على حسب اللي عندك في الجيب، فكتاخدي 10 دراهم، تاخدي 5 دراهم، المهم من 5 دراهم وانت غاده. ففعلا وانا كنتقدى فتلاقيت مع الناس يعني طالبين 5 دراهم، عطاتهم 5 دراهم يعني، وفيها ما شاء الله فيها يعني اللي تقدى اللي تديري بها شحال من مره. فهاد العطريه هاد لا ماريناد خديت من عندها، هادي لا ماريناد كيف قلت لكم ها هي الترقيده ديال الدجاج الحوت واللحم. خديت من عندها هذه هي العطريه المكسيكيه، هي كتبات لي على لي بات لانها كدار في لي بات. بغيت غير نوريكم هانتو انا، يلا غادي نبدا نخوي في قريعات، ما بغيتش نبدا نخوي قدامكم باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف وممل. فهاد هاد الشيء خديت 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم من الحاجه. هذه عطريه الحوت، وهي اللي درت معكم في الفيديو اللي فيه هذيك الحوته في الفران والريحه ديالهم. البنات ما نقولش لكم يعني كوزينه مكسوره بالريحه ديال العطريه. فكيف قلت في الفيديو السابق انا ما واخده فلوس، ما دايره اشهار ليها. المهم عجبتني حويجات كنستعملهم حنا النساء في المطبخ، فقلت نشارك معاهم. هذه حبوب الشيا، ها هي اللي غندير بها واحد الكيك انايا، ها هي كتكون بحال الحبوب ديال البافو، مي البافو صغير عليها. المهم غادي نتعرفوا عليها لاش تليق. وهذه هريسه، يا سلام البنات، هاد الهريسه هريسه ديال النفس وديال الدار. هانتو كديري منها غير شويه حاره بزاف، انا زغبني الله وبغيت نذوقها فما نقولش لكم كيف وليت. هنا هذه عطريه ديال التوابل الاربعه،
فبصدد غندا ندير حشوات ديال لي كيش والتعمار، فغادي نحتاج هاد التوابل الاربعه. كلشي قلت لكم خديت غير 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم، نخدم دابا ونهار اللي غادي يتقاضى نمشي نجيب، فما بغيش نكثر. هذه الثومه يابسه مي مكركبه كيف كتشوفوها، فهمتوا ريحتها؟ باب. هنا خديت شنو هي هذه؟ البصله. انا عندي البصله يابسه مطحونه، مي خديت هذه كتكون بحال الشرائح، هذه الدار في لي كيش، فانا خديتها. وخديت الخضر يابسه باش نديرو بهم واحد لاكيش بالدجاج. هذه قشور ديال الكروفات مطحونين، فكل شيء خديت 10 دراهم. انتو ريحتهم اللي زوين هو العطريه جديده. هذا العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، حتى هي غادي نبغيوها للتعمار، فانا مشيت تقديت لان بصدد غادي ندير معكم مملحات. هذه العطريه ديال البسطيله ديال السمك، وخديت من عندها هذه شنو هي عطريه ديال الكبسه مطحونه باش ندير بها الرز وصفات بالكبسه، حتى هي 10 دراهم. فاي عطريه بغيتيها كتلقايها عندها. هنا خديت الخضر مجففه، نخويها لكم باش تشوفوها. هذه مني كنبغيو نديرو شي كيش، فمجرد ما نشحروا الدجاج كنرميو معاها هاد الخضر المجففه، فكتعطي واحد المذاق غزال غزال. وكنستغناو على الخضر، نبقاو نحكو في الخضر اولا بحال هكا. المهم انا غير نسالي وغادي نخوي وهذه الكبسه. فهاد الشيء اللي خديت، هادو هما المكونات اللي خديت من عندها. فانا غادي نبدا ندير فيهم في القريعات. اي حاجه خديناها نديروها في القريعه ونسدو عليها باش تبقى لينا مزيانه، واللي بقى ليا غادي نديرو في قريعات اخرين. وهكا فيما تخوى ليا القريعه نعمر. فهذه العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. فغادي نبقى حتى نعمر الكميه اللي عندي كامله. هذه هي العطريه ديالنا البنات من بعد ما خويتها في القريعات. عطريه غزاله، ودائما نسدو عليها في القريعات باش نحتفظوا بها مزيان. ف بغيت نعطيكم النعت مزيان. مي اش غنقول لكم، شارع القدس، من شارع القدس كتطلعي لسوق شريفه، كتدخلي مع الباب حدا الخضاره، كتزيدي غير اش غنقول لك الحانوت الاول حانوت. المهم هي تتبقى على اليمين ديالك. عطريه غزاله، هي منقبه ودايره الخمار، هي الوحيده اللي بانت لي سيده منقبه وكتبيع هذا الشيء ديال العطريه. ف غادي نشوف مع السيده، فإلا يعني غنطلب منها انني غنحط الفيديو، وإلا بغات غادي نعطيكم النيميرو التليفون ديالها بحال باش حتى الا بغيتو تمشيو عندها تعيطوا لها هي تنعت لكم. المهم العطريه على ضمانتي، يعني الجوده ممتازه. انايا درت بها قلت لكم ديال السمك جغوزان ولذيذ بزاف. فهانتو كيف كتشوفوا، يعني كل حاجه خديت منها 10 درهم عمرات ليا القريعات، وشاط شي شويه خبيته. وهذيك الهريسه فها هي درتها هنا في قريعه ديال الزاج حتى هي وسديت عليها. فنتمنى اللي كيعجبهم مثل هاد الفيديوهات. الا طبعا انا غادي نشوف من لي كومونتير، الا كانوا لي كومونتير مزوينين يعني ماشي، انا ما كنقولش ما تنتقدوش، لا ما عجبتكم شي حاجه ما تقولوهاش. نو انا كنبغي اللي ينتقدني انتقاد بناء، لانني انا كنتعلم منكم، حتى انا كنتعلم منكم. راه بعض المرات كنحط شي وصفه تدخل شي وحده في شي كومونتير تقول لي كون زدتي على هاد الحاجه ولا كون زدتي على هاد الحاجه، وفعلا في مره اخرى كنزيد هذيك الحاجه وكتكون زوينه. فاحنا ماشي ضد هذا الشيء، ونبغيو نعاونوا بعضياتنا. فكيف كنقول لكم دائما انا ماشي شاف مطبخ او لا قاريه الطبخ،
فقط هاوية. كيعجبني نطيب، كيعجبني نجرب الوصفات. فأنا كيف كيعرفوني صحباتي كاملين أنني كانوا كيسموني العزيز على الطبخ وكتجرب الوصفات، فأنا كنقدر نشوف شي وصفة تعجبني نوض نجربها وننزلها نشاركها مع البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش طويل عليكم، ونتمنى هاد العطرية عطنا للرضا ديالكم. واللي بغات أنا غادي نشوف السيدة إلا بغاتني نحط نيميرو التليفون ديالها اللي هي الاسم ديالها أمينة في سوق شريفة كتبيع العطرية، والأمارة أنها دايرة النقاب. فالحانوت غير صغير مي فيه ما شاء الله وتبارك الرحمن، الله يكمل عليها بالخير. وغادي نعاود نكرر فيديو غير يعني راه ماشي كندير الإشهار للسلعة ديالها أو لا مخلصاني أو لا عطياني هاد الشي فابور. فأنا السيدة تقديت من عندها وخلصتها وعجبني داكشي اللي عندها، فقلت نشاركو مع البنات لان هكا كنعاونوا بعضياتنا، كل وحده كنعرفوا اماكن كثيره باش ما نبقاوش كل مره كنمشيو عند نفس الشخص. يلا نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.